السلام عليكم. وعليكم السلام. نتعرف بحضرتك. اسمي يوسف ايمن. انا خريج ميكاترونكس انجينير فروم اي بي يو، يعني من ماليزيا، دفعه 2021. خلصت نزلت الجيش، وده حاليا فاتح شركتي سمارت هوم، وبنعمل كل يعني سمارت هوم شغل، اللي هو بتكلم سيري، كلوز مثلا اي سي، بتغير التمبريتشر، بتشغل النور، بتشغل الميوزك، الحاجات دي كلها عن طريق. ممكن حضرتك تورينا كده يعني ايه الابلكيشن اللي انت عملته او التطبيق الجديد بالنسبه للبرودكت بتاعك؟ اوكي، اول حاجه مثلا دلوقتي تحت حاليا ده بي اي ار سنسور، هي اللمبه بتنور، بتحس بالحركه، فبتنور بمجرد ما حد يعدي قدامها. ده تقدر تظبط السنسيتيفيتي معاك لحد بيسنس لحد 10 متر، وتقدر تظبط التايم ينور معاك لحد ممكن توصل لسبع دقائق كاملين. فده احسن اكسبيرينس بالنسبه لك ان انت تستخدمه في مكان زي الحمام، زي مثلا الطرقه، زي السلالم، فبتبقى بيرفكت جدا لحاجه زي كده. ايه اللي بيميز البرودكت بتاعك عن اي برودكت تاني؟ السعر تماما، لان هو حاليا ده برودكت انا لسه بادئ، فستارت اب بالنسبه لي، فالبرودكت حاليا يميز بسعره وكواليتي، لان انا ضامن المنتج بتاعي، لان كل حاجه انا اللي جايب السنسورز، جايب بالترانزستورز، جايب كل حاجه انا اللي مركبها، فاقدر اضمن لك كل ده بسلاسه. انا كمان من ساعه ما خلصت جيش اشتغلت 8 شهور كاملين في شركه سمارت هوم، فاوريدي عندي خبره كافيه في مجال التشطيب. شركه الحركة اسمها ايه؟ سمارتيفاي سوليوشنز. اوكي، بنعمل منتجات. ممكن تبقى موجوده فين؟ حاليا احنا شغالين اونلاين، الاوفيس هيفتح باذن الله قريب خلال 3 شهور من كتير، بس حاليا احنا شغالين اونلاين، بنقدم كل السيرفيسز بتاعت سمارت هوم. تقدر تكنترول اي حاجه في البيت، اي الكترونكس حرفيا، عن طريق الموبايل، اي سي. ممكن حضرتك تورينا ممكن تتحكم ازاي في اكيد في النور؟ اوكي، حاليا ال اي دي ده بيتحكم، تقدر تتحكم منه عن طريق الموبايل، اي موبايل يقدر يكونكت عليه، وتقدر تغير الاضاءه. نجيب على ال اي دي تغير الاضاءة عن طريق الموبايل عادي، ده مش بلوتوث، ده واي فاي. الواي فاي ده الرينج بتاعه عادي جدا، ممكن تدخله على البيت. وطبعا حاليا بيبقى في مشكله، لان انا من كتر الناس الموجوده فممكن تحس بلاك شويه، لكن طبعا احنا بندخله على الواي فاي بتاع البيت بيبقى احسن شويه. وتقدر تغير كل يعني حتى الافكتس نفسها، يعني مثلا حاجه زي اندرويد دي، يعني تعمله بلينز، في كذا اوبشن قدامك انت تغير. فكنترول كامل على الاي دي. طبعا ده حاجه بروتوتايب سريع جدا وجاي استخدمه هنا. بتبدل تطبيقات تانية غير جدا، يعني انا كنت بستخدمه في ايفنتس، عملت كذا ايفنت في كايرو جاز، كنا بنستخدمه، بيبقى ساوند، يعني بيبقى فولوينج ساوند افكتس على او يعني ورا البيز عموما، فبيفولو في الايفنتس وحاجات زي دي، بتبقى كويسه جدا. بنعمله فيكتشر طبعا مقفول باكليريك، بتبقى منظر كويس جدا يليق باي ايفنت بتحصل. بس حاليا ده بروتوتايب، حاجه يا دوبك فقط تقول ايه للناس اللي يعني عندها افكار ممكن تؤدي الى منتجات. تجربتك تقدر تلخصها في خلال يعني جمله واحده، تقول ايه؟ فعلا اقدر اقول كل واحد يقدر، يعني بمجرد لو انت حابب حاجه فعلا جو اهيد، لازم تجرب فيها. انا بصراحه كنت حابب جدا جدا مجال الالكترونكس، يعني خريج ميكاترونكس، انا حبيت جدا مجال الالكترونكس، صرف مجال الالكترونكس والاي اي تي عموما، ومن حبي فيها بصراحه حبيت ان انا اجرب اعمل منتجات. في الاول بصراحه كان في مشاكل كتير، عملت قفل في البيت كذا مره كذا، لحد ما وصلت طبعا الحمد لله بقدر اعمل اللي انت شفتوه. طبعا اكبر من كده بنعمل كل حاجه، بس بصراحه لو انت عندك فكره او عندك حب او شغف فاشن ناحيه اي حاجه، جو اهيد، ولازم تجيب جو سعداء يعني. جدا جدا بمقابلتك، ونتمنى ليك التوفيق والنجاح. يا رب باذن الله، والتوفيق لكله باذن الله. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك.